السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور جمال السلوكي. هنتكلم النهاردة في حلقة جديدة عن تقويم الأسنان. إيه هي الإحساس اللي بنحس بيه أول ما بنركب التقويم؟ بيظهر عندنا ثلاثة أنواع من الإحساس. أولا في إحساس إن بنحس إن السنان بقت بتتلخلخ أو فيها حركة، وده إحساس كاذب إلى حد ما. ليه؟ لأن أنا عندي بيبقى فيه فورس بدأت تنزل على السنان وبدأت تتحرك من مكانها، بس مش بتتلخلخ. دي اول شعور بنحس بيه. تاني شعور بنحس بيه وهو ان في وجع مع الاكل او العض، وده طبيعي جدا وبيظهر في حالات كتير، وخصوصا لو مش متعودين على التقويم. وده بيبقى حله ان احنا بناخد نوع من المسكن يكون مناسب، وده بنرجع فيه للطبيب الاسنان. تالت شعور بيظهر عندنا ان يظهر تقرحات في اللثه مع التقويم، وده طبيعي جدا بسبب البراكتس وسطح التقويم الخشن عامه. فده بيبقى حله ان دكتور الاسنان بيحط لنا زي واكس او حاجه على البراكتس دي عشان ما تجرحش اللثه قوي. كمان بيدينا سبراي او جل ندهنه، وده بيؤدي ان التقرحات دي تخف اسرع وبعد كده ما بتظهرش معانا تاني خلال فتره التقويم. طيب بعد ما ركبنا التقويم ايه اللي المفروض نعمله عشان نحافظ على التقويم بتاعنا؟ المفروض نعمل اول حاجه تنظيف التقويم بفرشه ومعجون، مهم جدا. طيب هل استخدم الفرشه العاديه؟ لا، يا ريت نجيب الفرشه المخصصه للتقويم. طيب وده ليه؟ لان هي بتبقى اصغر من الفرشه العاديه وسهل جدا ادخلها بين البراكتس او الاجزاء بتاعت التقويم وانضف. طيب ليه اصلا ده كله؟ عشان التقويم سطحه لازم سهل جدا ان يلزق فيه جوايا الاكل، وبالتالي ان يعمل عندنا تسوسات اكتر، ودي اكتر فتره احنا مش عاوزين يحصل عندنا التسوس في خلال فتره التقويم، عشان احنا مش بنعالج السنان عشان نضرها من ناحيه تانيه. تاني حاجة ان انا استخدم مضمضة، المضمضة دي بتبقى فيها فلورايد، الفلورايد ده بيقوي معايا السنان وبالتالي يقلل فرصة ان هو يحصل معانا تسوس. تالت حاجة ابعد على قد ما اقدر عن الاكل الناشف، عشان الاكل الناشف اولا هيجرح لي اللثة، كمان هيضغط على التقويم والبراكتس ممكن يضعفها، ولما يضعفها او يكسرها هيأخر معانا فرصة العلاج. كل ده مع متابعة دكتور التقويم بتاعنا على الأقل في الزيارة الشهرية، ولو حصل حاجة طارئة بطلب من الدكتور زيارة عاجلة واروح اشوف ايه المشكلة وابدأ أعالجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا استفدتم معلومة النهاردة وما طولتش عليكم.